سوف نبدأ بعبارات الشكر. تشكر لار وهي عبارة رسمية، أي نقولها للأشخاص الرسميين، ويكون الرد عليها أناملي ديل، ليس مهم، أناملي ديل. وهنا لدينا عبارة أخرى، تشكري ديرم، وهي أيضا عبارة رسمية، شكرا. الرد عليها ريجا إدرم، العفو. هناك كلمة ثالثة تعبر عن الشكر وهي غير رسمية، أي تقال لشخص غير رسمي، ساول، شكرا. يكون الرد عليها بشي ديل، هنا لا ننطق الري، لا نقول بير شي ديل، نقول بشي ديل، ليس بشيء. انتهينا من عبارات الشكر، وسوف ننتقل إلى عبارات أخرى مستخدمة في تركيا. هنا لدينا يتار، يكفي. يبما، لا تفعل، يبما. سان بليرسين، أنت أدرى. سوبر، رائع. سان ميورم، سوف نقسم هذه الكلمة حتى يسهل عليكم النطق. سان ميورم، لا أظن. آلما، قلنا هذا يمشجي لا ينطق، آلما، لا تبكي. باردون، هنا الناي في الأخير تنطق، ليس مثل اللغة الفرنسية باردون، العفو. لطفاً. بوشفير، لا تهتم، بوشفير. دوامت، أكمل، دوامت. غايتي، جيد للغاية، غايتي. ساتشمالاما، لا تهدي، ساتشمالاما. أنوتما، لا تنسى، أنوتما. هر شيء için teşekkür ederim، هر شيء için teşekkür ederim. أشكرك على كل شيء.